علشان عايز يجيب حق الإنسان. يلقى العدالة متغمية مسكوها في إيه دمزان، فاكرين كده هيخلوها تساوي دايما بين الكون، بس الأبل استعموها وكل ما ندور على حل يعطلونا بالفرقة. حاميها وحراميها طلعوا اخوات اخوات اخوات، مفروش عن بعض نسخة مطابقة، التخصص عدل ومرافعة، والتاني بلطجة وخطف وسرقة على حد ابن حلال. اجباري ماشي يا دنيا شمال، عمال يسكت في ضميره ويكمل الشارعين البطال، بيخفي في عيونه النظرة اللي تبينه لسه بريء، وحاله يصعب عالكفرة، وكل يوم عمال اضيق شكل الحياة عليه متفقة. مالك يا دودو زعلانة كده ليه؟ اعملي بس يا ربي، يعني هو الطيب في الزمان ده يحصل له كده؟ ما تفهميني في ايه؟ وكنت بتدوري على ميشو ليه؟ ما احنا لازم نلاقيه دلوقتي حالا، تليفونه مقفول ولازم يلحقه. يلحق مين بالظبط؟ ما تفهميني يا خالتي، هفهمك بعدين. المهم قوليلي دلوقتي، تعرفي ميشو راح فين؟ مش عارفة، بس ممكن يكون مشغول باللعبة. لعبة؟ لعبة ايه؟ اصل انا وميشو بنلعب لعبة مع العصابة والناس الشريرين ولازم نكسب. انا مش فاهمة منك حاجة خالص. مين بس اللي بيكلمك؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ خلاص. الو؟ ايوه، هو تليفون الاستاذ فاطين. مين حضرتك؟ مراته؟ بس هو مش موجود دلوقتي، مش عارفه راح فين. بصي لما يبقى يظهر اخليه يكلمك. وانا كنت هعمل ايه بس يا ربي؟ هو انا كنت ناقصه؟ يعني انا كنت قادره على مشو اللي كده عشان يطلع لي فاطينه اخو اللي كده وكده؟ يا ماما يا ماما الحقيني يا ماما. في ايه يا عطر يا بنتي؟ بتصرخي ليه؟ سرعتيني وانا بعمل ام علي لفاطين ابني. تعالي شوفي فاطين بتاع ام علي. ماله يا بنت انطقي؟ بكلمه على المحموله عشان اطمن عليه، الاقي واحده ست صوتها نواوي بترد عليا وتقولي مش موجود دلوقتي. وتطلع مين اللي ردت عليكي دي؟ وانا شعرفني سايبني هو هنا مع العيال ونازل مصر يتصرمح وشايف نفسه وقال ايه شغل. عيب عليك يا قطر تقول على فاطين كده، انا ابني متربي ما يبصش بره ابدا. يا ماما بقولك واحده ست وانا سامعاه بوداني دول. طب كلموني وانا هعرف شغلي معاه. بكلمه من ساعتها ما بيردش. انا اخد العيال واروح عند امي. تروحي عند امك تعملي ايه يا هبله يا بنت الهبله؟ هي قالت لي كده، لو زعلك اخضبي وتعالي لحضن امي. شهر وانا عارفاها عايزه الخراب. طب وبعد ما تروحي لامك هو ده الحل يا عبيطه؟ اما اللي عايزاني اقعد له بعد ما اتاكدت خلاص انه بيخوني. يعني انت خلاص اتاكدتي من مكالمه التليفون؟ ايوه. جايز كمان يكون متجوز عليا في مصر عشان كده كل يوم والتاني هناك. يتجوز عليكي ايه يا عبيطه؟ فاطين ابني وانا عارفاه كويس، ما يتجوزش غير مره واحده. طب اعمل ايه يعني يا ماما؟ افضلي ورايا حد ما يرد يا عبيطه. حاضر يا ماما. كده برضه يا فاطين؟ دي اخر تربيتي فيك؟ صوتنا واعمي؟ طب اما تيجي وانا هشوف لي صرفه معاك. ادخل. تمام يا فندم، المتهم. طيب روح انت. متهم ايه يا باشا؟ تفلى الشعر. انت عليك مراقبه برازيلي؟ كان يا باشا زمان وخلصت من الشهر الحمد لله. ولا انت عندك كام سبقه؟ هم سبقتين سلاح عم يا باشا، وانا اتسطرت يعني حطوني في وش المدفع والحمد لله توبت. وانت بقى اللي بتصنع السلاح والخرطوش المال للبلد؟ ها يا باشا، كنت وتوبت
هم هتلاقيهم العيال اللي شغالين في السوق دلوقتي بيستغلوا اسمي. ده البرازيلي ابن خالتي، ده انا عارفه كده بس. سنة زمان يعني كان اسمي زي البرلاند، كنت بروفيشنال. بروفيشنال؟ ماشي يا برازيل، انا لغايه دلوقتي بتكلم معاك بالادب، ما تخلينيش اقل ادبي. ماشي ماشي يا باشا. قول لي بقى، انت شاركت في سرقه محل عنتر الباشا بتاع الدهب؟ دهب ايه يا باشا؟ دهب مين؟ يعني ده منظر واحد يسرق دهب؟ كان بان عليا الكاميرات مصوره كل حاجه يا برازيلي، واللي سرقوا كلهم كانوا لابسين بدل، واحنا لقينا البدله دي عندك في البيت. ايوه باشا بتاعتي. هي بقى اكتبها ولا ايه؟ دي بدله الفرح. ولا سيب البدله مكانها، حط البدله. فرح يعرف امك، ما تتكلم عدل يالا. فرح انا باشا؟ ما انا اتجوزت. جرايا حكومة، ما منعوا الجواز ولا ايه؟ اتجوزت امتى ياض؟ يوم الخميس اللي فات يا باشا، وكنت قاعد في البيت ساعتها، ما بتحركش خالص، هتدخل في ده الجيران. جيران مين يالا انت هتستهبل؟ ما انا جايبك من قلب الشقة لوحدك، وما كانش في حد معاك، انت هتكذب؟ واكذب ليه يا باشا؟ انا مش كذاب، انت صحيح جبتني من شقتي، بس انا ساعتها كنت بجيب حاجات من الشقة دي عشان ارجع شقة مراتي اللي انا متجوز فيها وعايش فيها، حتى بعتوا اسألوها واسألوا الجيران. طب وال 15000 جنيه اللي انام عندك دول؟ دول يا باشا بسم الله ما شاء الله النقطة يعني، أصل البنت مديحة دي مرزقة مش صياطة سيد. مديحة مين؟ العروسة اللي أنا اتجوزتها. طب اسمها مديحة إيه بالكامل؟ لا بصراحة ما أعرفش اسم أبوها، أصل ما جاش الفرح. بس يا باشا هي معروفة باسم مديحة مساكن. ها يا بنتي يا قطر، رد عليكي؟ لسه جرز ومحدش بيرد. أول مرة يعملها فاطين عمره ما بتبر. ما هو طبعا تلاقيه بقيت مع مراته التانية. محكمة. ألو ردت. بصي كلمي انت احسنها مش طايقاها. ألو أيوة يا بنتي أنا أم فاطين. طمنيني يا بنتي أنا متوغيش عليه قوي. أم الأستاذ فاطين؟ أيوة يا بنتي. أنا مش عارفة أقولك إيه والله يا أمي، بس أنا حاولت أقول لميشو بس ما لقيتهوش. هو إيه اللي حصل يا بنتي؟ قوليلي أنا مش قادرة استحمل. أصلهم خطفوا الأستاذ فاطين. يا كسبتي! إيه ماما؟ طلع مخلف منها. استني أنت بس، هما مين اللي خطفوه؟ خطفوه؟ يا لهوي! مش عارفة والله مين دول. أنا يا دوبك لسه بصوت كده راحوا خاطفينه كده، وأنا بقى هو ساب لي نضارته ومحموله وشنطته ومش عارفة أعمل بيهم إيه. طب يا بنتي خلي التليفون معاكي وأنا هغير هدومي وجاية لك مصر، وأحب أكلمك عشان تقولي لي العنوان. في يا ماما؟ تروحي فين؟ هغير هدومي عشان أطمن على فاطين ابني. طب استني هغير وأجي معاكي. تيجي معايا فين؟ والعيلة دي هتعملي فيها أنت ناقصة شحططة؟ جيبي العواب سلمي يا رب. Good morning, Dad. Good morning, Sherry. خير يا داد، حضرتك طلبتني وقلت لي عايزك في حاجة؟ لا بس كنت عايز أعرف مين اللي جاب لك هدية. ويا داد وقت، وبعدين هي مامي ليه قالت لك بس؟ لا أنا عايز أطمن مين اللي معاك. جوزك فعلا يا مديحة؟ أيوة يا بيه، وجه الورقة أهي، جوزي. ده عقد جواز عرفي يا باشا. انتوا متجوزين عرفي يا برازيلي؟ يا باشا مديحة ملهاش الا في العرفي، ده مبدأ بس عن حب يا باشا، مش كده مديحة؟ كده يا معلم. ما تتعدي يا بنت. من يوم ما اتجوزته بقى والبرازيلي قاعد عندك في شقتك؟ ايوه يا باشا، ما بيخرجش، اصله دايب فيا دوب، مش كده يا برازيلي؟ بس عشان بكاشه فتوح. بس انت يا مديحة عندك قضيتين دعارة قبل كده، صح ولا غلط؟ بس ثابت يا باشا. ثابت، وحلفت انها عمرها ما هتمشي في طريق الغلط تاني الا لما تقولي. ثابت يا ابني، ريحه الخمره طالعه من بقها معبقه المكان كله. كسبرتو يا باشا، اصلها مدمنه كسبرتو. قول لك يا فاطين، خد بقى عربيتك اللي فوق دي واطلع عندي فوق السطوح عشان تطمن امك وعشان تلحق تروح. ايه ده وانت مش هتروح معانا؟ لا عندي كام مشوار كده لازم اخلصه. طب وامك مش هتروح لها انت كمان عشان تطمنها عليك؟ يبقى طمنها انت. انت عارف يا ميشو؟ مع اني كلت حته زين علقه علقه موت من تايسو، الا اني فرحان جدا النهارده. فرحان انك اتضربت؟ لا فرحان عشان حسيت ان ليا اخ وممكن يفديني هو. بحبك قوي يا ميشو فعلا، العيله اللي ما فيهاش صايع حقها ضايع. بتقول ايه؟ بقول بقى ممكن تديني تليفونك علشان اكلم امك؟ الو السلام عليكم. مين؟ انا فاطين يا انسه دنيا، ممكن تديني امي؟
ايوه ياما انا فاطين، انا فاطين. انت هتعيطي ايه؟ والله انا كويس الحمد لله. بقول لك ايه، انا هاجي لك دلوقتي بس مش هقدر اطلع لك بقى ياما. انا هديك الكلاكس وانت تنزل على طول. يلا مع السلامه يا ست الكل، وحشتيني. السلام عليكم. ما عدتش دقيقه على فكره. الله يخرب عقلك يا فاطين. طب وانت هتعرف تسوق بعينيك دي؟ لا ما تقلقش، العربيه عارفه طريقها لوحدها. السلام عليكم. اوعى تقع عينيك. السلام عليكم. سلام. لسه برضه مش عايزه تاكلي يا ست غاليه؟ مش خلاص اطمنتي على الاستاذ فاطين وزمانه جاي؟ حد له نفسي يا بنتي ياكل. ليه يا تيتا؟ مساء الخير يا مدلبش. انا عملت ايه يا صلاح؟ عملت زي ما سعادتك امرت، افرجت عن البرازيلي وحطيت عين عليه. بس بجد يا فندم انا مش فاهم اي حاجه. مش فاهم ايه بالظبط؟ هو سعادتك يا فندم مش متاكد ان الواد اللي اسمه البرازيلي ده له يد في سرقه المحل؟ اه طبعا متاكد. طب ليه بقى يا فندم ما مسكناهوش هنا عدمناه العافيه لحد ما يقر على كل اللي معاه؟ ما كانش هيقر يا صلاح، والظاهر بقى ان شركائه عاملين حسابهم على كل حاجه، عشان كده بعتوا مديحه تثبت ان كان عندها يوم الجريمه. يعني كده كده النيابه كانت هتفرج عنه، بس الواد البرازيلي ده بقى يا صلاح هو اللي هيوصلنا لشركائه. ازاي يا فندم؟ مش فاهم. يا هيروح لهم يا هيجوا له، بس مش ده اللي هاممني دلوقتي يا صلاح. امسك اقرا التقرير ده. ده سيرة زياد الخولي. تقرير المراقبة بيقول إن زياد الخولي له علاقة بعنتر الباشا وبيروح له، وكمان له علاقة بصفت نصار اللي هو شريك عنتر الباشا في محل الذهب والماس. تقصد سعادتك إن في سر في موضوع محل الذهب ده وإن السرقة منهم فيهم؟ برافو عليك يا صلاح. واللي سرقوا المحل كأنهم حافظين المكان كويس قوي وعارفينه حتة حتة، عشان كده العملية تمت بكل سهولة ومن غير أي مشاكل. رد فعل صفت نصار تجاه السرقة كان هادي جدا، ودي غريبة. طب وزياد الخولي؟ أهو ده بقى اللي عايزك تركز معايا يا صلاح. أنا لسه مكلم سيادة مدير الأمن وهو اللي مديني الجرين كارد. بس اللي أنا متوقعه يا صلاح إن الدهب والماس ده كان غسيل أموال، واللي سرق المحل صفوت نصار يعرفه كويس قوي. طب وعنتر الباشا؟ لا ما يعرفش، عشان كده لجأ لزياد الخولي اللي جالنا هنا عشان يشوفنا وصلنا ليه. آه دي لعبة كبيرة قوي يا فندم. أنا مستحمل كل ده احتراماً وتبجيلاً بس علشان عم عزوز. الله يخليك يا حبيبي. وكمان بتدعي له؟ ده بدل ما تسأله انه نزل مصر وسايب بنتك وام عياله ويتصرمح مع مين؟ ابني ما بيتصرمحش يا شهر، واقصر الشر احسن. لا مش هقصره يا غاليه، انا هاخد بنتي على بيتي، والراجل فيكوا بقى يبقى يجي ياخدها. يلا يا بت. انا راجل يا شهر؟ انا بقول لك ايه، ما تستزفنيش اكتر من كده بدل ما اجيب بنتك قدامك من شعرها. انا عامل احترام لعم عزوز ده. الله يخليك يا حبيبي. سامع؟ سامع يا صول عزوز؟ سمع يا حبيبتي؟ ها؟ سمع قلة الأدب؟ بحبه يا ماما. يلا يا بنت قدامي. يلا يلا يا ماما. استني بس يا بنتي. لا مش هستنى. استنى بقى يا عم عزوز انت، علشان انت لا منك فايدة ولا عايدة. قال يلا يا بنت. حاضر يا ماما. ايه وكالة من غير ترباس؟ بقولك ايه يا قطر، ادخلي جوه بدل ما اديك على نفوخك. تدي مين على نفوخها يا فاشل انت؟ روح شوف مين اللي شلفطك كده وشلفط وشك وتعالى اتكلم معانا. تايسون يا شهر هو اللي شلفطني، عايزه حاجه؟ اطلع مين تايسون ده بقى ان شاء الله؟ اخوها ولا طليقها؟ طليق مين واخو مين؟ يا حلوه يا مضافر انت كمان. اللي كنت عندها وردت على المحمول. يا بنتي كان مخطوف، والحاجات دي كان سايبها مع المدايه الغلبانه. كان مخطوف برضو؟ اه يا اختي كان مخطوف. ايوه سياح يا اما سياح، وسمع اللي ما سمعش وعرف اللي ما عرفش. انت ايه الغلب ده يا ربي؟ يا استاذ فطير. ايه يا استاذ فطين انت ما جيتش ليه؟ معلش معلش يا بسكليت، اتلهيت بس في الخناقه. انتوا متجمعين فين؟ ها؟ في القهوه. هو في ايه؟ يا عم عزوز، المعلم زلعكة اتخطف ولازم نعمل اجتماع للقوى السريه حالا. الله، طب ما قلتليش ليه من ساعه ما جيت؟ هو انت اديتيني فرصه يا حماتي؟ على العموم بسيطه. اسمع يا وائل، روح جمع الرجاله وهاتهم لي على الشقه. وجبه معلمه. طب وبنتك اللي هتغضبيها دي هتعملي فيها ايه؟ هنأجل الغضب شوية، لأن مصلحة الوطن فوق مصلحة الفرد. إحنا أقسمنا على كده. هنعمل إيه دلوقتي يا رجالة؟ هنعمل اجتماع، وأنا في دماغي خطة. ربنا يستر. يا فرحة ما تمت، وأنا اللي قلت خلاص عيشتنا هتتلسع ونعيش عيشة البهوات اللي بجد خربت على الآخر.
لو انت بتنيل بتراقب. ما انا طلعت على ساقك مديح كبس عليا النوم، غفلت نص ساعة، نص ساعة تركي، صحيت بصيت ما لقيتش ال 15,000 جنيه، سكيت، قلت اتسرقوا؟ اتسرقوا تركي؟ وانت يا متخلف اللي دخلك اوضه النوم؟ ما هي اللي شربتني حاجه ساقعه وقعدت تتدلس معايا وتقول لي ده انا عارفاك انت مش شايط يا براديلي وده حقك الشرعي واحنا متجوزين رسمي فاشتبكنا، انت عارف بقى الشيطان شاطر. انا ماليش علاقه باشتباكاتك دي، انا مستعجل عندي ميعاد، انت عايز ايه؟ انا عايز فلوس يا تركي. طيب مش دلوقتي، يلا. انا عايز فلوس يا تركي. اطلع على شقتك يا حمار وما تطلعش منها لحد ما اجي، واقعد انا وميش ونتصرف ويديك فلوسك، ماشي يا حبيبي؟ ماشي. يلا. بس شوف لي معاك اي قرشين عشان استعيد توازني. استعيد توازني؟ اول مره اشوف شحاتينك. اتفضل. 50 جنيه؟ دار الزمن بينا؟ صدق انا غلطان، انا اسف. وعلى ايه؟ خلاص. بس ماشي. يلا. انا مش هسيب مديح. سؤال بيطرح نفسه، هو انت هتبقى انت لو اخدوك من حياتك ورموك في اقل حتة، وساعتها لما تغلط الغلطة تبقى غلطة، ولا انت حقيقي مجبر مظلوم والتهمة ثابتة يا راكب بسكليتة وسايق في المبادئ فاكر القانون مسيطر وبتهرب. تبقى انت اخذك من حياتك ورموك في